السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حاول الإطاحة بترامب من البيت الأبيض؟ في تقرير أذاعته شبكة CNN الأمريكية، ذكرت أن أنتوني تاتا المرشح الثالث على منصب في البنتاغون قد بث عدة مرات ما يرتبط بنظريات المؤامرة، والتي تفيد بأن جون بيرنس رئيس الـ SLA السابق قد حاول الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة مرات، بل أو اغتياله أيضا. ولفتت شبكة CNN الأمريكية إلى أن أنتوني إنتاتا قد روج في تسجيلات إذاعية له، وأيضا في ظهور تلفزيوني، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن جون برينان رئيس CAA قد بث بتغريدة مشفرة من أجل اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان ذلك في العام 2018، حيث أكد أن المسؤول الأمريكي السابق كانت لديه الرغبة في أن يكون دونالد ترامب خارج البيت الأبيض. وأشارت شبكة CNN الأمريكية إلى عثورها على عشرات التسجيلات الإذاعية والتلفزيونية التي أجريت مع أنتوني إنتاتا، قام خلالها ببث أحاديث مفادها أن عصابة الدولة العميقة من المسؤولين يفضلون رؤية دونالد ترامب يفشل أكثر، وهو ما يردده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين بإدارته في البيت الأبيض مرار. هذا وقد كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم سلفه الرئيس أوباما في وقت سابق بالخيانة العظمى، وأشار إلى أن حملته الانتخابية في عام 2016 كانت تحت المراقبة. إخواني، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. دمتم ودام العرب بألف خير، وأعتذر منكم على صوت التسجيل، أنا شوي مريض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.